ثلاث نقاط وأداء مخيب للأمال من لعيبة النادي الأهلي اليوم. ملخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعا المشجع مع أحمد. الأهلي والمقاولون العرب ومباراة في الدوري الممتاز. الأهلي لعب مباراتين انتصر في المباراتين واليوم المباراة الثالثة، والمقاولون العرب لعب 6 مباريات انتصر أو تعادل في مباراتين وهزم في 4 مباريات برصيد 2 والأهلي ب9 نقاط. ولكن السؤال الأهم، أحمد عبد القادر، موديست طاهر، محمد طاهر، لعيبة ما بتشاركش بصفة أساسية، لعيبة بتطلب بانها تشارك، ولكن الاداء اليوم يعني الاداء بتاع احمد عبد القادر النهارده ما يخليهوش يلعب على حسين الشحات ولا على رضا سليم لما يرجع بالسلامه. اداء طاهر، محمد طاهر، ما ينفعش ان هو يلعب على بيرستاو ولا حتى يلعب على حسين الشحات ولا على رضا سليم ولا حتى على كريستو ولا على كريم فؤاد. اداء مودست يعني يخلي كهربا يلعب عليه. النادي الاهلي النهارده اداء متوسط، اداء متواضع، كانت جماهير النادي الاهلي تنتظر اداء اقوى من كده، خاصه بعد الخروج الافريقي ولعيبه عطشانه كوره، لعيبه عايزه تثبت نفسها، لعيبه عايزه تقول ان احنا موجودين وعايزين نلعب اساسيين. ولكن الحمد لله انتهت المباراه ب3 نقاط غاليين للنادي الاهلي في ظل الظروف الحاليه. نبدا نفكر في المباريات القادمه ان شاء الله. النادي الاهلي عنده مباراه يوم 8 في الشهر الحالي. بالتوفيق للنادي الاهلي وبالتوفيق لمارسيال كولر، وان شاء الله الروتيشن اللي النادي الاهلي بيعمله يظل مع لعيبه النادي الاهلي ويستمدوا قوتهم، وباذن الله نرى الاهلي في القريب العاجل بادائه الممتاز والكره الجميله مع مارسيال كولر والشوكولاته السويسريه. لايك وشير.